فيكم حد عارف واقف ليه مسك؟ حرمان يا خيتي، جنى الخبر من سعيد والدرويش. ربنا يستر. قلبي كان حاسس ان رحيل هتستقبلنا بزفه. هيقتلونا يعني ولا ايه يا ابوي؟ بينا نرجع. عناني، دول اهلك وناسك مستنيينك، تعالى. ايه في ايه؟ ها؟ ايه عناني؟ مين دول؟ دي مرات ولدي هاشم، على سنة الله ورسول بالحلال، ودي أمه. مراتك؟ العمدة اللي هو عنوان الحمايدة قدام عرب أسوان، تجوز ولده الغزية وهو تجوز أمها. كذاب. أنت اللي كذاب. مش بس غزية، لا، أمها كمان عندها بيت للخبز. صح الحديد ده عناني؟ يا ناس أنا عاوز أقول له. اسكت يا أرض المركوب، أنا بتكلم. عناني، صح الحديد ده عناني. أرضك العشق يا شيخطة، العشق. الواد عشقها وأمها عمرها ما لمسها حد، يعني شريفة. أسيبها تمشي في الطريق العوج ولا راعي ربنا فيها؟ حلال ولا حرام يا شيخ طه؟ حد يقول، حد يقول لي إن شرع ربنا حرام يا خلق. حلال، لكن أنت قبل ما تتجوزها كنت بتلبس الحمايدة كلها طرح يا عناني. اخص عليك. أنت كده خرجت عن الشرف وخرجت عن تقاليد. محدش له عندي حاجة يا منازع. شفتم عمدتكم بعينيكم يا حمايدة؟ شفتوه وهو متلفح في الضلمة ولابس عباية الخوف والخزي وساحب غوازي؟ يرضيكم بعد كده يبقى ده عمدتكم؟ لا لا لا. خلاص يا رحيل، خلاص بخيتي سمك في ودنات الخلق. ارتحت كده لما جرستيني؟ قلبي كان حاسس انك ورطة وريطة ولدي مع فواكه هنا واعن، بس ما حسبتهاش كده لما جيتينا بيها. ماشي ماشي يا رحيل. يا ناس، يا عرب، ولدي كان هيضيع مني، ولدي كان متهم بخطف واغتصاب البنايه دي، ولو ما اتجوزهاش هيتحبس. وعشان ما افضحش الحمايده بالنجوع وعرب اسوان عملت كده. برضك جرستنا يا عناني. اسمع ما اقول لك، من دلوقتي وطالع تلزم بيتك، ما تخرجش منه. مالكش عندنا حمايه ولا عزة ولا كفه شيء، كانك ميت حي. لا تطل على حد ولا حد يطل عليك، فاهم؟ بينا بينا يا ولدي. ربنا مش هيرضى بالظلم يا رحيل، ربنا هينتقم لي منك وهتشربي من كاس الظلم لغاية ما تشبعي. ربنا ما هيسيبش حد ظالم.